وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الدكتور خالد القاسمي، المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج. مساء الخير دكتور خالد. جلالة الملك المفدى أكد خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء بأنه يتعذر على البحرين حضور أي قمة تحضرها قطر ما لم تصحح منهجها وتعود إلى رشدها. في اعتقادك، ما الذي يستفيده النظام القطري من هذا الانسلاخ عن منظومة مجلس التعاون أيضا وفقدان أقرب الأشقاء والعمق الاستراتيجي؟ شكرا جزيلا. حقيقة بلا شك أن دائما جلالة الملك حمد حقيقة رجل رزين ورجل دبلوماسي، وحينما يقول هذا الكلام هو يأتي بتجربة واضحة للأسف، يعني هروب قطر للأمام ومحاولة تسويف نفسها ومحاولة تقديم نفسها أنها ضحية. اليوم انكشفت قطر، انكشفت أمام العالم، انكشفت أمام جميع الدول. اليوم كل الدول تعيد سياساتها مع قطر، الدول الأوروبية كذلك. اليوم ندوات تقام في الدول الأوروبية عن الإرهاب القطري. هذا إذا ما أضفنا يعني حقيقة المماطلة وسياسة التسويف وسياسة المظلومية وخروج يعني الحمدين، أو بالأحرى حمد بن قاسم حينما يتحدث بتلك البجاحة أمام الناس في التلفزيون القطري. نعم. ويتحدث عن المحاولات الانقلابية التي قام بها في حاول القيام بها في البحرين وفي السعودية، ويتحدث بكل صلافة بأن ما جاء في التسجيلات صحيح. هذا يعني يعري نفسه، وللأسف يعني انكشفت قطر أمام العالم بأنها لا تستطيع أن تحل هذه الأزمة وهي من خلقتها، وأن دول الخليج والدول الأربع المقاطعة عندها كل الحق في مقاطعة قطر بعد أن يعني وصلت تأديتها إلى داخل هذه الدول ومحاولة إسقاط أنظمتها، بالإضافة إلى محاولة يعني العبث بأمنها الداخلي، وهو يعني ما تشتكي من هذه الدول من تدخلات قطرية. بلا شك يعني أصبحت قطر منبوذة حقيقة في ظل هذا النظام، وبالتالي ما لم يغير من سياسته لن يكون مقبولا. واعتقد أن هذا النظام أصبح يعني لا يستطيع، لأنه يعني اتخذ الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين يعني هم منطلق له وهم من يحركه، وبالتالي حينما يصبح النظام بهذا الشكل بهذا التوجه لا يستطيع أن يتخلى عن سياسة بناها وأراد أن يطبقها على المجتمع العربي. نعم دكتور خالد، طبعا تماشيا مع المقتضيات الأمنية راهنة، واجه الملك المفدى يده الله خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء يوم أمس بفرض تأشيرات دخول لمملكة البحرين بدءا بقطر. كيف ترون تأثير مثل هذه الخطوة التي تهدف لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة؟ وأيضا هل تعتقد أن تتخذ بقية دول مجلس التعاون نفس هذه الخطوة؟ حقيقة بالتأكيد، هذا حتى قبل إنشاء مجلس التعاون لم يكن هناك يعني فرض مثل هذه التأشيرات بين المواطنين الخليجيين، إلا أن هذه بالتأكيد هذه خطوة يعني جاءت في ظل يعني الجانب الأمني، وفي ظل رجال حقيقة المخابرات القطريين الذين قاموا حقيقة بمحاولة العبث بأمن هذه الدول. وهذا فعلا يعني حقيقة حدث في الإمارات وحدث في البحرين وحدث في المملكة، حينما حاولت هذه الأيدي الآثمة أن تجر حقيقة مواطنين من هذه الدول وضد دولهم، وحاولت أن تستعمل المال في إيذاء هذه الدول والقيام بالعبث الأمني. وحقيقة هذه الأمور مسجلة، وبالتالي أن هذه الخطوة خطوة فرض تأشيرة هي خطوة يعني إيجابية كبيرة. أنا أعتقد أن ستتح دول الخليج طالما أن هذا النظام لم يغير من سياسته. نعم. وبالتالي يعني هذا محافظة على الأمن الداخلي لكل دولة، يجب أن يكون هذا هو الأساس يعني والمنطلق، لأن لم يعد المواطن القطري. نعم. للأسف الشديد، وهذا بسبب
سياسة بلاده مقبولا في أي مكان، وبالتالي إذا كانت صالح بالتأكيد ستكون وفق يعني محتويات التأشيرة وفق هذا النظام المتبع في جميع أنحاء العالم. من دبي الدكتور خالد القاسمي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج، شكرا جزيلا لك.